أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عيون الصحافة يقدمه لكم حسام السكري. في العام الماضي اقتحمت عدسات التلفزيون وكاميرات مصوري الصحف قاعات المحاكم في عدد من القضايا، وبينما كان الملايين يتابعون قضية الممثل والرياضي أو جي سيمبسون المتهم بقتل زوجته، كان الإعلام العربي وحتى الأجنبي يتابع باهتمام بالغ قضية أكاديمي مصري متهم بأنه يريد أن يعيش مع زوجته. كاتب جامعي قدم للمحاكمة لتفريقه عن شريكة حياته بدعوى ردته لأنه أورد في كتاباته آراء اعتبرها خصومه كفرا صريحا. الأكاديمي المتهم بالزواج الدكتور نصر حامد أبو زيد أتى إلى لندن في زيارة سريعة ننتهزها لسؤاله عن بعض الجوانب الإعلامية المحيطة بالقضية. دكتور نصر، هل تعتقد أن الاهتمام الإعلامي الذي أحاط بالقضية أفادك فيها؟ ما في شك أنه جانب من الاهتمام الإعلامي كان مفيدا على أكثر من مستوى. المستوى الأول حق الناس في المعرفة، ده شرط أساسي في ومهم جدا في الإعلام. ده من هذه الناحية كان الإعلام مفيدا وقام بدور على درجة عالية من الأهمية. في الجانب الآخر، لأن لكل يعني مشكل جانبين، جانب إيجابي وجانب سلبي. في الجانب الآخر بعض الصحف خاصة الصحف الحزبية التي لا تهتم بإعلام القارئ قدر ما تهتم بخدمة الإيديولوجيا. طيب مبدئيا، هل تعتقد أنك ستفيد من الأضواء الإعلامية على القضية كما أفاد أو جي سيمبسون؟ هل تتوقع أن يفيد الإعلام في أن تحصل على البراءة نتيجة الضغط الذي لا أعتقد أنه نفس المستوى من الإفادة، لسبب بسيط: اختلاف النظام القضائي الأمريكي عن نظام القضاء المصري بشكل عام. لكن ما في شك أنه في رأيي أنه التغطية الإعلامية هامة للقضية، لحق الناس في المعرفة، بصرف النظر عن النتائج المترتبة على هذا الاهتمام. هل يعني هذا أن الإعلام يمكن أن يكون وسيلة ضغط على الجهاز القضائي؟ القضاة بشر، ولا شك أنهم يتأثرون كما يتأثر البشر مهما حاول الإنسان أن ينعزل عن مناخ التأثير، فلا بد أن يتأثر بدرجة ما مهما كانت هذه الدرجة ضعيفة. هل اختلف الإعلام العربي في تغطيته للقضية وفي تعامله معها عن الإعلام المصري بشكل عام؟ لا أعتقد أنه نفس التقسيم بين المؤيد وبين المعارض، نفس التقسيم المصري كان موجودا في الإعلام العربي. من متابعة ما ينشر في الصحف، هل تعتقد أن الصحفيين كانوا يستفتون ضمائرهم أولا عندما كانوا يكتبون في هذه القضية؟ هل كان التقسيم على أساس الانتماء الصحفي للمهنة، أم كان التقسيم على أساس أن الصحفي منتمي انتماء سياسي إلى اليمين أو إلى اليسار؟ نسبة عالية جدا كان الذين يكتبون ينتمون أساسا للمهنة ولشرف المهنة ولحقوق المهنة وواجبات، لكن هناك البعض الذي كان أكثر انتماء إلى أفكاره المسبقة، إلى قناعاته، من اهتمامه بإنسانية المشكل ومن حق القارئ في المعرفة. كيف وجدت الإعلام الرسمي؟ الإعلام الرسمي في الوقت الحالي يقف مع الحكومة بالطبع في حملتها على التطرف وعلى الاتجاهات الدينية المتطرفة أو المتعصبة، ولكن هل تعتقد أن الإعلام الرسمي التزم بهذا الموقف عندما تعرض لقضيتك؟ الإعلام الرسمي أيضا ينقسم إلى إعلام رسمي ولكنه إعلام حر، في شجاعة، في جسارة عند رئيس التحرير أو عند هيئة التحرير، وإلى إعلام محايد يلزم الصمت عادة، وإلى إعلام متعصب. يعني هذا التقسيم موجود تقسيمات أيضا داخل الإعلام. نعم، الرسمي ومؤسسة الإعلام. نعم، داخل مؤسسة الإعلام الرسمي. نعم. هل اختلفت المواقف الصحف الدينية التي تصدر عن الحكومة؟ يعني صحيفة اللواء الإسلامي مثلا، اللواء الإسلامي وعقيدتي وهذه جرائد حكومية كان موقفها في غاية السوء. هل يعني هذا أن المواقف كانت قريبة من مواقف الإعلام المعارض الإسلامي؟ يعني موقف صحيفة الشعب مثلا، نعم، هل كان قريبا بدرجة ما مع موقف صحيفة الشعب؟ تناولت القضية قبل أن تصل إلى القضاء، يعني بطريقة مستفزة جدا جدا جدا، إلى درجة تصويري يعني قاتل
للقرآن ويعني كنت تقول لي أن استخدمت في هذا وسائل أخرى غير الكتابة. نعم استخدم الرسم يعني ولن أنسى أبدا هذا الرسم الذي ظهرت به ممسكا بالخنجر أطعن المصحف والمصحف تسيل منه الدماء ومكتوب فوق الشخص نصر أبو زيد، وهذا يكفي لإثارة مشاعر أي مسلم غير قادر على القراءة يعني، لكنها لازم تصمت تماما مع الدعوة القضائية، لم تتناولها من أي زاوية ولا خبر، وإن كانت نشرت خبر الحكم فيما بعد. الصحافة الدينية الرسمية لا تقل تعصبا ولا تطرفا عن الصحافة الدينية التي ينشرها بعض اتجاهات الإسلام السياسي. بين المتعاطفين معك في هذه القضية وبين المتحاملين عليك، هل تعتقد أنه كان هناك توازن في ما يعرض في سوق الإعلام المصرية بالتحديد؟ هل تعتقد أن كان هناك تكافؤ أم أن المؤسسة الرسمية والمؤسسة الدينية كانت على مستوى الإعلام المكتوب كان هناك تكافؤ، لكن يجب أن نضع في الاعتبار إعلام أخطر من الإعلام المكتوب وهو إعلام المسجد. يعني إذا وضعت إعلام المسجد وخطب التكفير التي قيلت في المساجد بدءا من مسجد عمرو بن العاص في القاهرة وانتهاء بالمساجد في القرى، لا تستطيع أن تتخيل تأثير هذا الإعلام أكثر تأثيرا من أي صحف مكتوبة. ولكن الإعلام إعلام المساجد كما تسميه ليس إعلاما موجها، يعني لا نستطيع أن نقول أن هناك جهة تدفع خطباء المساجد لتبني هذه القضية. لكننا نعلم أن هناك استيلاء تم وإقامة مساجد من خلال بعض التجمعات السياسية ذات الصيغة الحزبية الإسلامية، وهناك استيلاء حدث على المساجد. كثير من المساجد التابعة لوزارة الأوقاف يحتلها خطباء من المنتمين لتيار التطرف. وماذا عن موقف الحكومة من مثل هذا الاحتلال؟ هذا موقف محير من موقف، لأنه دائما يقول الإنسان يعني هذه هي الحكومة التي تفتح المساجد للمتطرفين للتكفير، وهي نفس الحكومة التي تزود المتهمين بالتكفير بالحماية. دكتور نصر، ماذا كان موقف رجل الشارع في تعامله مع القضية؟ هل تأثر بالصحافة المتعاطفة أم بالإعلام المناهض؟ ما في شك أن نفس الانقسام حدث، لكن تجربتي مع رجل الشارع لما حين كنت ألتقي ببعض المواطنين ويتعرف على وجهي ويسألني وأشرح له كان يتفهم. رد الفعل ضد الحكم القضائي جماهيريا وشعبيا في الشارع المصري كان الغضب، لأنه مفهوم الأسرة في الشعب يعني في الوعي المصري مفهوم مقدس. وأذكر إنه أحد المارين على المحكمة سأل ما هذا الزحام، فقيل له يريدون أن يطلقوا رجلا من زوجته، فقال لماذا؟ قالوا له لأنه مرتد. قالوا هل زوجته تعلم أنه مرتد؟ قالوا له إنها تريد أن تعيش معه، خلاص مرتد تزوج مرتدة. دكتور نصر، ككاتب أكاديمي ومؤخرا كاتب صحفي بعد شهرة القضية، هل تشعر بنوع من الأسى عندما تجد أن اسمك يتردد على الألسنة مرتبطا بالقضية وليس مرتبطا بأعمال فكرية أو مساهمات؟ لا، ما في شك، هذا أمر مؤسف، لأنه السؤال دائما هل أنت الأستاذ الملحد؟ هل أنت الأستاذ الذي يقال عنه أنه ملحد؟ وعلي أن أشرح لكل مواطن بما في ذلك المتعلمين أن أشرح له أنني لست كذلك. يعني هذا شيء مؤسف، ولكني أحاول أن أتغلب عليه بأنه هذه قضية الوعي التي نحارب من أجلها. دكتور ناصر، سؤال قد يبدو شخصي، ولكن عرفناك من خلال الصور التي تنشر في الصحف والمجلات بدون لحية. نعم. هل التحيت مؤخرا بسبب القضية؟ لا، يعني أنا أشكرك أنك أثرت هذا السؤال، لأنه هذه اللحية عملت ردود أفعال غريبة، حتى أن البعض قال أن نصر أبو زيد انضم للتيار الإسلامي. هي كل المسألة أنه أنا كنت في أجازة في, 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 في مدريد، وفي الأجازة يستريح الإنسان وفي الأجازة يستريح الإنسان من كل شيء، فتركت لحيتي، ثم بدأ لي أنها يعني شكلي كويس، يعني هي ليست أكثر من ذلك. الدكتور نصر أبو زيد، شكرا. ولا زلنا في عالم القضايا والمحاكم. في باريس أقامت عائلة الرئيس الراحل فرانسوا ميتيران دعوة على مجلة باري ماتش الفرنسية لنشرها صورا للرئيس الراحل وهو على فراش الموت
الصور مأخوذة من كتاب السر الكبير الذي ألفه طبيب ميتيران الخاص كلود جوبليه. وكانت عائلة ميتيران قد رفعت دعوى قضائية لوقف بيع الكتاب الذي نفذت نسخه بعد صدوره بساعات. في فرنسا أثبتت أحداث الأسبوع الماضي انهيار الأعراف التي كانت تحمي خصوصية شؤون حياة الشخصيات العامة. في البداية جاء نشر صورتين للرئيس ميتيران بعد وفاته، ثم جاء نشر أحد أطباء ميتيران السابقين كتابا تضمن تفاصيل عن كيفية معالجته من مرض السرطان في أواخر عام 81، وعن كيفية إخفاء ميتيران السر عن الشعب الفرنسي وإصداره تقارير طبية مزيفة لم تتضمن ذكر إصابته بالسرطان. والآن تحاول عائلة ميتيران مقاضاة الطبيب لخرقه القوانين التي تحمي تاريخ الأشخاص المرضي. خرق الطبيب 4 قوانين: أولا قانون أسرار الدولة، ثانيا قانون رابطة الأطباء الفرنسية، ثالثا قسم أبو قراط، رابعا قانون العقد الأخلاقي الذي ربطه بالرئيس الراحل. لا يعتبر الكشف عن أسرار أسرة الرئيس ميتيران أمرا جديدا، ففي عام 94 نشرت وسائل الإعلام صورة ابنته غير الشرعية والتي كان وجودها سرا معروفا لدى الأوساط السياسية والإعلامية ولكن ليس لدى عامة الشعب الفرنسي. حتى الآن نجح تضامن الذوق العام والقانون الفرنسي في حماية الحياة الخاصة للشخصيات الفرنسية العامة، لكن بعض الوجوه السرية لحياة الرئيس ميتيران أثبتت أنها من الإثارة بمكان، بحيث بدت بعض قطاعات الإعلام مستعدة للمغامرة بخرق القانون. قوانين ومحاكم، محطتنا الأخيرة في عيون الصحافة مع مقتطفات سريعة مما نشرته صحافة الأسبوع. الأرقام القياسية من الموضوعات التي تهتم بها الصحافة، خاصة بعد تأسيس موسوعة جينيس التي ترصد هذه الأرقام وتسجلها. مجلة روزا اليوسف نشرت في عددها الأخير سبقا جديدا في عالم الأرقام. بطل هذا السبق النجم السينمائي عمر الشريف الذي تحدث للمجلة لأول مرة عن ابنه غير الشرعي. عمر الشريف طبقا لهذا الحديث قد يعتبر صاحب أسرع علاقة في التاريخ، وحسب روايته فإن العلاقة التي أثمرت هذا الابن غير الشرعي مع الصحفية الإيطالية لولا دي لوكا لم تستمر أكثر من 5 دقائق. حدث هذا منذ 25 عاما عندما ذهبت لولا لإجراء حديث صحفي مع الممثل الشهير. عمر الشريف لم يذكر المدة التي استغرقها الحديث الصحفي من الدقائق 5. شخص آخر ارتبط اسمه بالأرقام القياسية ودخل موسوعة جينيس منذ نحو 10 سنوات، شق طريقه مؤخرا على صفحات الجرائد. الهندي شريدار شيلال صاحب أطول أظافر أعلن أنه يرغب في بيعها بعد أن صارت تسبب له إزعاجا شديدا. أظافر يد شريدار اليسرى يصل طولها إلى حوالي 1 متر كامل، أما طول ظفر الإبهام فيصل إلى 1.32 متر. من أجل الاحتفاظ بمكانة في الموسوعة اعتنى شريدار بأظافره طوال هذه المدة، حتى بلغ به الحرص أنه كان يخشى النعاس خوفا عليها من أن تتكسر. الأرق كان يسبب له صداعا دائما وألما في الرأس، وقد لاقى شريدار صعوبة كبيرة في الزواج حتى قبلت به إحدى قريباته بعد رحلة بحث عن شريكة الحياة دامت 7 سنوات. أحد الأمريكيين عرض على شريدار $100,000 لقاء أظافره، لكنه طلب مضاعفة المبلغ. ظاهرة القمامة والمخلفات البشرية تقلق المدافعين عن البيئة، والشواهد تشير إلى تفاقم هذه المشكلة ووصولها إلى أبعاد عالمية بل وكونية أيضا. فنفايات الإنسان أصبحت تشكل إزعاجا لا حد له لرواد الفضاء والعاملين في وكالة ناسا الأمريكية. وحسب ما جاء في صحيفة القدس العربية الصادرة في لندن، فإن الفضاء يزدحم الآن بنحو 7,000 قطعة من حطام المركبات التي سبق إطلاقها من الأرض. ويقول الخبراء إن قطعة حطام في حجم برتقالة تنطلق في الفضاء بسرعة 27,000 كيلومتر في الساعة يمكن أن تصيب قمرا صناعيا بأضرار بالغة وتحوله بدوره إلى كتلة من الحطام التائه في الفضاء. في صحيفة الديلي ميرور كتبت الصحيفة عن موجة من السرقات المحكمة حيرت أجهزة الأمن البريطانية. أغرب ما في الأمر هو المكان الذي وقعت فيه هذه السرقات، فكل الضحايا وفقا للصحيفة ينتمون إلى أشهر معاهد تدريب ضباط الشرطة في لندن.
مفتشو سكوتلاند يارد يحاولون العثور على اللص المحترف الذي تمكن من ارتكاب 20 جريمة سرقة في المعهد الذي يضم أشهر خبراء مكافحة السرقة. أحد المدرسين فقد 2000 دولار بعد أن سرقت بطاقة ائتمانه، فيما فقد آخرون بعض متعلقاتهم الشخصية مثل أجهزة الكمبيوتر النقال. باب النجار مخلع كما يقولون. أيضا في فرنسا مرة أخرى سيعقد أغرب حفل زفاف. سبب الغرابة كما تقول صحيفة الشرق الأوسط أن أحد العروسين لم يعد موجودا على قيد الحياة. العروس كانت على علاقة بشرطي قتل في مواجهة مع لصوص منذ عامين، وقد أثمرت هذه العلاقة طفلا بلغ عمره الآن 6 سنوات. تريد الأم من عقد الزواج أن يعرف ابنها أن العلاقة بينهما كانت شراكة جادة وحقيقية، وقد اقتضى الحصول على موافقة السلطات الفرنسية على إتمام هذا الزفاف الغريب أن يتم استئذان رئيس الجمهورية. جاك شيراك وافق رغم أن القوانين الفرنسية لا تبيح الزواج بمتوفى إلا في حالات استثنائية. الفن يرهف الحس ويهذب المشاعر، وله إلى جوار ذلك فوائد أخرى. فطبقا لما نشر في صحيفة الحياة اللندنية، تساعد الموسيقى أيضا على طرد الحشرات الضارة. الموسيقى التي أثبتت فعالية كبيرة في هذا الصدد هي موسيقى الروك، والملاحظة جاءت بعد تجارب علمية دقيقة أجرتها الإدارة الوطنية للتنمية الريفية في جنوب كوريا. في التجربة نشرت 30 من يرقات الحشرات على بعض الأشجار، وبعد عزف موسيقى الروك بجوارها لمدة 8 أيام لم يزد عدد الحشرات على 100، أما بدون عزف الموسيقى فقد ارتفع العدد إلى 450 حشرة. مع موسيقى الروك القاتلة نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من عيون الصحافة، وإلى أن نلتقي معكم في الأسبوع القادم، لكم مني حسام السكري أطيب الأماني، وإلى اللقاء.